أشباه الموصلات الثنائي داود. هذه المقاطع التي نراها لبعض الداودات. يتكون الثنائي من وحدة واحدة من وصلة PN، فعند إيصالها بمصدر كهربائي السالب مع P والموجب مع N، فإنها تتكون منطقة مانعة لسريان التيار في الدائرة. سببها تجمع الفجوات في وسط الوصلة، مما يسبب عدم سريان التيار في الدائرة الكهربائية. أما عند عكس المصدر الكهربائي فإن الفجوات تتحرك نحو القطب السالب، وأما الإلكترونات تتحرك نحو القطب الموجب، وهذه الحركة تسبب سريانا للتيار الكهربائي عبر الوصلة. عندها نسمي هذه الوصلة موصلة في الاتجاه الأمامي، لأنها تسمح بمرور التيار فيضيء المصباح الكهربائي في الدائرة. عند غلق المفتاح في الدائرة الكهربائية ويكون الثنائي موصولا في الاتجاه الأمامي، فإنه يسمح بمرور التيار من خلاله ويضيء المصباح. عند توصيله بالاتجاه العكسي ووصل المفتاح فإنه لا يضيء،